ما نطالب بهذا الشارع ما حد يجي يعمله. هاي مطالبتنا هاي سنتين نحن نطالب بهذا الشارع. كل الشوارع مال المنطقة القديمة عمروها، بس هذا الشارع ما عمروه. كل ما يجي المسؤول نسأله يقول حنانه على المقاول، حنانه على المقاول. هذا سمينه انه شارع المنسيين، ما حد يسأل عليه، لا مسؤول لا ناس فقراء عايشي بينه، ناس فقراء على قد حالة، واي شغلة ما جو عملوا بينه لهذا الشارع، وعدونا وكل شيء ماكو. كملت بس هذا الشارع الوحيد ما كمل منطقة القديمة. رسالتنا نريد يجون يعملون الشارع مالتنا، واكثر ناس سكنت بينه هذا هاي المنطقة. عملوا لنا بلطوا العوجات يسموها يم جامع يم الميدان، اصلا ما حد ساكن بينه الفرع، جو عملوه وبلطوا لموه، وهذا الشارع السكنه بينه كثيره ما حد عمله. والله اشتكوا جماعه، احنا اشتكينا هون، اولاد المنطقه اشتكوا على هذا، يوعدوهم بعد شهر، بعد ست ايام، بعد 10 ايام نجي، وجت المنظمات وكله كذب وكذب، وهاي صار له وما حد يعرف لحد الان، ما حد يعرف ايش مسالفته. المكاوي هذا مع العلم اول شارع عملوا المجاري ماله، كملونه يعني المجاري ولا هذا كامل كله، بضل على التبليط، الموصل كله بلطوه وهذا ما يبلطونه. اشو الغايه ما حد يعرف. كلها تبلطت، بس هذا الشارع ظل بس الوحيد. بس هذا، وين جماعة المنطقة يعني كل المختار قدم شكوى واشتكى، هون جماعة من المنطقة اشتكوا، ماكو كل. مقاولين اللي خذونه، مقاولين هذاك الشارع مقاولين، هذا مقاولين، هون المقاول نفسه ما جو يعني اشنو السالفة ما نعرف يعني. والله الوضعية هنا بهذا الشارع تعبانة. بالشتاء ما حد يقدر يمشي من الوحالات. بالصيف الاضطرابات. جاء المقاول العام برمضان جاء اشتغلوا بينه وقال ورا يعني ورا رمضان مباشرة على العيد نحن نبلط هو والفاروق، الفاروق تبلط المكاوي ما تبلطت وراحت. هاي الانقاض هذا البيت شوف المقابيلك هذا كله نظفته منظمة، جابوا اللي هو بالمقاول شال الانقاض زاد تغادي وعافه ومشى. هذا المنهولات الصناديق هذه ولا حد رشها، نحن رشينا وهنا من صندوق الله هذاك حتى الخشب عافه. قبله باربع خمس اشهر جاز جماعه من المحافظه قال هذا 15 بالشهر تبلط، صار له 5 اشهر لحد هاي من التحرير لحد هذا الشارع ما حد جايبه. يعني المقاول استلم هذا الشارع؟ استلموه يعني كلهم عملوه ما حد جاء.